كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. هذا الرواق اللي هنايا مجور واش عنده شي افاق، زعما واش كيكون شي تفاعل ديال المغاربه مع هاد الكتب ديال البرلمان؟ هو هذا الرواق في الحقيقه هو فضاء خصته الوزاره في اطار سياسه الاستراتيجيه ديالها القائمه على الانفتاح والتواصل مع عموم المواطنين من خلال يعني تعريب الاصدارات اللي دارتها الوزاره واللي شكلت بالاساس يعني واحد الوسيله او الاليه اللي من خلالها ممكن نبسطوا بعض المفاهيم اللي تتقاطع فيها يعني واحد المجموعه ديال الامور اللي جا بها الدستور ما يخص الديمقراطيه التشاركيه المشاركه المواطنه. ايضا هذا ينسجم مع يعني المنظام ديال الوزاره باعتبار ان الوزاره يعني تضم في اجهزتها مديريه العلاقات مع البرلمان ومديريه العلاقات مع المجتمع المدني. مديريه العلاقات مع البرلمان الدور ديالها ينسق عمل الحكومه في علاقته بالبرلمان يعني من خلال الشغال على المشاريع ومقترحات القوانين اللي كيتقدم بها سواء الحكومه او كيتقدم بها الساده النواب. ايضا العلاقه المديريه المكلفه بالعلاقات مع المجتمع المدني اللي الدور ديالها هو يعني كما نقولوا يعني تعريب السياسه الحكوميه في مجال المرتبط بعمل المجتمع المدني خاصه الجمعيات باعتبارها اصبحت شريك اساسي في تنزيل السياسات العموميه وتتبعها وتنفيذها. في نظركم استاذ، واش معرض الكتاب كيساهم في نشر هاد الانواع من الكتب بالخصوص؟ اعتقد ان معرض الكتاب هو يشكل واحد المحطه ثقافيه واقتصاديه واجتماعيه بامتياز، وهذا يحسب للحكومة اللي يعني لا من ناحيه الاخراج ديالو لا من ناحيه يعني التصور يعني والنقل ديالو مدينه الرباط اللي عطى واحد يعني الدفعه قويه في مجال يعني اعاده الاعتبار للكتاب اللي كان كيشكل واحد يعني واحد العامل الاساسي في الحصول على المعرفه والمعلومه. وبالتالي في هذا التحول في قيمه الكتاب في ظل زمن العولمه والرقمنه يعني المنظمون يروا او ارتأوا بان هذه المعارض مش انها تعطي واحد الدفعه اقتصاديه بحكم اننا اليوم كنشوفوا العدد المواطنين اللي كيزوروا المعارض. ايضا غيشكل واحد الدفعه اجتماعيه بحكم حتى الاواصر ديال 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 النسج ديال الاواصر الاجتماعيه ما بين المواطنين والقطاعات الحكوميه، يعني هذا عطى واحد الدفعه اضافيه في هذا الاتجاه. ايضا هي محطه ثقافيه للتعريف بجميع المشاريب يعني والتوجهات الثقافيه اللي كتغني الحقل الثقافي بالبلاد. وبالتالي اعتقد ان المعارض اليوم ما يمكنناش نقولوا بانه يعني كان يعني في الافق ديالو او في التصور ديالو ما عطاش النتائج المرجوه، اعتقد العكس بانه اعطى واحد الاضافه نوعيه في التعريف بالثقافه المغربيه، وايضا شكل واحد المحطه اللي شكلت ايضا يعني ارضيه اللي نعتمدوا فيها الثقافه الافريقيه ونعرفوا بالثقافه الافريقيه من خلال هذا المعرض ديال الدولي للنشر والكتاب. شكرا لكم سيدي على الاستضافه. شكرا.